طب خشونة الركبة بقى يا تمام. دكتور، بتحتاج برضو ان انت تعمل لها بلازما او يعني برضو قد ايه؟ هل هي مثلا العلاج بيبقى بسرعة؟ يعني كلمني عن تمام. الموضوع ده. هو حقن البلازما عبارة عن ايه بقى؟ زي ما احنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع نشوف التقارير، احنا ربنا سبحانه وتعالى خالق الدم بتاعنا في كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء، كرات صفائح دموية وبلازما. احنا بناخد من المريض عينة دم، عينة الدم دي تقريبا لكل ركبة حوالي 10 ل 15 سم، نحطها في أنبوبة مخصوصة، وده يعني أهم حاجة، الأنبوبة اللي بتفصل لي كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء في الجزء السفلي بتاع الأنبوبة، وبقى بينهم زي طبقة كده عازلة، والبلازما والصفائح الدموية في الجزء الفوقاني، غير الأنابيب اللي هي بتاعة المعمل العادية. بناخد احنا الصفائح الدمويه والبلازما دهيت من الانبوبه، بعد ما بندخلها حاجه اسمها جهاز سنترفيوج او جهاز طرد مركزي، لها فتره محدده بتقعد فيه، بتلف الجهاز ده بيلف على سرعه 3200 اللي هو الار بي ام بتاعه 3200 لمده من 10 ل 12 دقيقه، بيفصل لي كرات الدم البيضاء والحمراء تحت والصفائح الدمويه والبلازما فوق. احنا بناخد الصفائح الدمويه والبلازما وبنحقنها في الركبه عشان اضمن ان الصفائح الدمويه دهيت انا اللي يهمني الصفائح الدمويه مش البلازما برضو، عشان هو دايما الاسم الدارج بتاع حقن بلازما. هو الصح صفائح دمويه مشبعه او بلازما مشبعه بالصفائح الدمويه. هي اصلا البلازما دي منتشره في كل حاجه، حتى كمان في التجميل، بس انا برضو معانا مش البلازما برضو، الصفائح هي صفائح البلازما، الصفائح الدمويه مشبعه بلازما مشبعه بالصفائح الدمويه.